بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس مقرر علوم القرآن، ولا يزال الحديث في مسائل موضوع أسباب النزول. وانتهينا في الدرس السابق من الحديث عن صيغ أسباب النزول، وذكرنا تقسيم العلماء لهذه الصيغ إلى قسمين: صيغ صريحة وصيغ غير صحيحة. والصيغ الصريحة هي سبب نزول هذه الآية كذا، وتبين لنا أن هذا السبب أو هذه الصيغة لا وجود لها في الروايات، فهي مجرد فرض لا مثال له. وأما الصيغة الثانية فهي أن يقول الراوي حدث كذا فنزلت الآية، أن يأتي بالفاء التعقيبية في فعل النزول، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل أو فأنزل الله. وهذه الصيغة واضحة، وهي في الظاهر صريحة في السببية، لكنها وردت في كثير من الأمثلة لا يراد بها السببية، وإنما يراد بها يعني بيان تعلق الآية بالحادثة بأي وجه، حتى لو لم تكن سببا لنزول الآية. ومن أراد الأمثلة على عدم أو على أن هذه الصيغة قد ترد في أمثلة غير صريحة، فليقرأ ما أورده الدكتور خالد المزيني في كتاب المحرر في أسباب النزول. وأما الصيغة غير الصريحة فهي أن يقول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، أو أحسب هذه الآية نزلت في كذا، فهذه الصيغ تحتمل أن تكون في سبب النزول، ويحتمل أن تكون لبيان تفسير الآية والحكم المستنبط منها. نذكر اليوم أو نتحدث اليوم عن مسألتين من أو عن مسألة مهمة من مسائل أسباب النزول، وهي ما أورده المؤلف بقوله تعدد الروايات في أسباب النزول. تعدد الروايات في أسباب النزول أو تعدد الأسباب والنازل واحد، يعني أحيانا تأتي أسباب متعددة لآية أو لآيات واحدة، فماذا نصنع؟ هل نقبل كل هذه الروايات على أنها سبب النزول، أو أن السبب واحد والأسباب الأخرى تحمل على شيء آخر؟ هذا ما فصله الشيخ مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن تفصيلا جيدا، ولعلنا نقرأه. وحقيقة إن ترتيب الشيخ هنا ترتيب جيد وتقسيم واضح، يعني لا يحتاج إلى مزيد تعليق ورجوع إلى مصادر أخرى، فلعلنا نأخذه من هذا الكتاب ونقرأه حتى يتبين لنا ما أورده رحمه الله. قال: تعدد الروايات في سبب النزول. قال رحمه الله: قد تتعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة، وفي مثل هذه الحالة يكون موقف المفسر منها على النحو الآتي: إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة، مثل نزلت هذه الآية في كذا، أو أحسبها نزلت في كذا، فلا منافاة بينها، إذ المراد التفسير وبيان أن ذلك داخل في الآية ومستفاد منها، وليس المراد ذكر سبب النزول إلا إن قامت قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية، إلا إن قامت قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية. فإذا كانت الصيغ غير صريحة فلا إشكال، لأنها تحمل على التفسير وليست على السببية، يعني أن الآية تفسر بكذا وتفسر بكذا، كتعدد الأقوال في تفسير الآية. باء الحالة الصورة الثانية: إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة، كقوله تعالى نزلت في كذا، وصرح آخر بذكر سبب مخالف، يعني أتى صحابي آخر وصرح بذكر سبب مخالف، فالمعتمد ما هو نص في السببية، يعني هنا تقدم الصيغة الصريحة، وهذه فائدة الصيغ الصريحة، وتحمل الأخرى على دخولها في أحكام الآية. ومثال ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فعن نافع قال: قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم، فقال ابن عمر: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. هذا في صحيح البخاري، وقد بينا لكم سابقا أن المراد بقول ابن عمر هنا، طبعا العلماء ناقشوا قوله هذا وردوا على الذين فهموا منه أنه يبيح أن تؤتى المرأة في دبرها، وإنما كان يقصد يعني بيان ما يتعلق بالسببية، وأن الآية هذه نزلت في
سؤال الصحابة عن إتيان النساء من أدبارهم. هذا وجه من الأوجه التي نبهت عليها وسيأتي الآن. قال المؤلف: فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية، وقد جاء التصريح بذكر سبب يخالفه. عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني لا مانع من أن يأتي الرجل امرأته في قبولها من أي مكان فأتوا حرثكم أن شئتم. فجابر هو المعتمد لأن كلامه نقل صريح وهو نص في السبب. قال: أما كلام ابن عمر فليس بنص، فيحمل على أنه استنباط وتفسير، ويقال بأن مقصد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أن ذلك يعني يدل على تحريم نساء إتيان النساء في أدبارهن. ووجه ذلك كما ذكر بعض المفسرين أن الله قال: فأتوا حرثكم، ومحل الحرث هو المحل الذي يحصل بسببه الإنجاب والولد، وهذا لا يكون إلا في القبل، وأما الدبر فليس محلا للحرث، وهذا واضح. إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة والثانية صريحة فتقدم الصريحة، فتقدم الصريحة وتحمل الأخرى على التفسير أو الاستنباط. قال جيم: وإذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا بالسببية، وكان إسناد أحدها صحيحا دون غيره، فالمعتمد الرواية الصحيحة. يعني الصيغتان الروايتان صريحة بالسببية، لكن إحداهما وردت بإسناد صحيح ثبتت، والأخرى لم تثبت في رواية صحيحة، فتقدم الصحيحة. هذه مسالك الترجيح بين الروايات. قال: مثل ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فواضح من هذه الرواية التي قال المؤلف بأنه أخرجها الشيخان أن سبب نزول سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هو قول هذه المرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. قالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله هذه السورة. قال: هناك سبب آخر، رواية أخرى صريحة لكنها ليست بصحيحة. قال: وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص ابن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الخادم يطلق على الرجل وعلى المرأة. أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا يزيل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فقال: يا خولة، دثريني. فأنزل الله والضحى إلى قولي فترضى. قال ابن حجر، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الكتاب الكبير المشهور، قال: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، ولكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيحين. إذن هذه صورة من الصور التي يمكن أن ترد فيها عدة روايات لنازل واحد، أن تكون كلتا الروايتين صريحة لكن إحداهما صحيحة والثانية غير صحيحة، فتقدم الصحيحة. بقي الحالة الأخيرة، فإذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة أو كون أحدهما أصح، قدمت الرواية الراجحة. طبعا وذكر أمثلة متعددة لهذه الحالة، لعلنا نقف هنا ونكمل هذه الحالة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.